الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث صحيح البخاري الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والشاهد من هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح، ومن قول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، أن يكون المسلم دوما على استعداد للقاء الله تبارك وتعالى، أن يعلم أنه في هذه الدنيا إنما هو في دار سفر، كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب أو عابر السبيل يعلم أنه مرتحل عن داره التي هو فيها الآن، فهو يعد العدة للسفر ويخطط للرحيل. هكذا ينبغي أن يكون المسلم في هذه الحياة الدنيا، لا يأمن لجانبها ولا يستكين في الركون إليها، لأنه يعلم بأنما هي ليست بدار قرار، وإنما هي دار سفر ودار اختبار. فطوبى لمن ظفر في هذه الحياة الدنيا بإحسان العدة للرحيل إلى الدار الآخرة، وخاب وخسر من رضي بهذه الحياة الدنيا ونسي العدة في رحيله إلى الدار الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وختامكم وأهلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.